قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة جديدة بعنوان على خطى السينودوس. وقد استضاف البرنامج في الاستوديو الأب مودي هنديلي كاهنة رعية ماري الياس للروم الكاثوليك، حيث تحدث الضيف عن معنى السينودوس وكيف نشأ ومن يشارك به وأثره على الكنيسة والمؤمنين ودعوة الرعية إلى الالتزام بنصوص وتعليمات السينودوس الذي سيجعلهم مستقبلاً يعيشون براحة في حياتهم الإيمانية. فإلى هناك. اليوم الموضوع المطروح حتى لا نكون مغيبين عن عمل الكنيسة، حتى لا نكون جاهلين في موضوع السينودوس وماذا يطلب السينودوس الأبرشي عام 2023. ما نضلنا بس هيك عم نتفرج وما قلناش خاص، لا، انت وانتي وهم وهناك بكل العالم اللي بيتبعوا الكنيسة الروما عم بيشتغلوا على موضوع السينودوس، واحنا هون بالشرق عم نشتغل على موضوع السينودوس. نعم، عملنا افتتاح لسنة السينودوس، وانا ابونا مش تقصير من الكهنة او، لكن عم بشوف انه العمل مش جاري على قدم وساق زي ما بنسمع من باقي الدول، مع انه نورسات طرحت كتير مواضيع تشرح عن السينودوس وتشرح عن رؤية قداسة البابا في هذا الموضوع، لكن الآن احنا في مرحلة العمل. بداية نبدأ بالشعار ومعنى كلمة سينودوس، شو رأيك؟ أكيد أكيد، زي ما تفضلتي شباب نحطها على الشاشة. دكتورة، الكنيسة ليست غريبة عن العالم، تدخل في الشؤون الزمنية لإيجاد حلول موافقة. نعم. فبين الكنيسة والعالم في تفاعل مستمر. صلاة يسوع الكهنوتية اللي صلى من أجل نفسه أتم العمل اللي أوكل إليه من قبل الآب، أيضا السيد المسيح صلى من أجل تلاميذه. قبل شعار السينودوس إحنا أمام حدث نعمة. نعم. وعملية يصفها قداسة البابا بأنه عملية شفاء يقودها الروح القدس. نعم. إحنا مش أمام مؤتمر كنسي أو مؤتمر دراسي أو مؤتمر سياسي، الكل يتساءل، نسأل أنفسنا حول ما يريد الله أن يقول لنا. نعم. في هذا الوقت وفي أي اتجاه يريد أن يقودنا، فهاي المسيرة المشتركة للعلمانيين والرعاة، وبها استشارة شعب الله لكي تتم العملية السينودوسية من خلال الإصغاء. فالشعار منشوف الشعار كثير ما تطرقنا له بشروحات، من بين الشعار منشوف شجرة. نعم. كبيرة مليئة بالحكمة والضوء، منشوف هاي الشجرة بتوصل للسماء، فيها علامة حيوية عميقة على الأمل، وبنفس الوقت هاي الشجرة تعبر عن صليب المسيح، وفوق الشجرة الإفخارستية قربان الأقدس تضيء كالشمس، وفي فروع أفقية مفتوحة. نعم. مثل اليدين أو أجنحة تشير في الوقت نفسه إلى الروح القدس. حلو. إذا نزلنا تحت الشجرة منشوف هذا الشعب ليس ساكن، شعب متحرك. نعم. وهي إشارة مباشرة إلى أصل كلمة سينودوس، السير معا. نعم. فالأشخاص متحدين بديناميكية مشتركة بتمتعوا بها من خلال شجرة الحياة، ومن خلالها بيبدأوا بالمسيرة. إذا منشوف الأشخاص 15 نموذج أمامنا بتلخص الحالات الحياتية، الأجيال، الأصول، ومليئة بالألوان الزاهية، والألوان بتعبر عن علامات الفرح. نعم. وتسلسل هالأشخاص جميعا إلى المستوى نفسه، فمنشوف الأطفال، المراهقون، الشباب، الكبار، الرجال، النساء، العلمانيون، الرهبان، الآباء، الأزواج والعزاب والأصحاء وذو الاحتياجات الخاصة، بوسطهم موجود الأسقف والراهبة. نعم. وبطبيعة الحال منشوف إنه أمام هاي الجماعة في أطفال، وبعد الأطفال المراهقون، هم اللي راح يفتتحوا هاي المسيرة استنادا لآية إنجيل متى 11:25، أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء
والفهماء وأعلنتها للأطفال. مشروع السينودوس يحتاج إلى جهود الجميع، يحتاج إلى الكل أنه يستعد لها الحدث لتلبية نداء قداسة البابا، مش بس كاهن الرعية، مش بس الراهبة، مش بس الأسقف، كل الفعاليات الكل منشوف بالشعار، الكل مدعو. نعم. والكل مشترك. نعم. وحتى بخطاب قداسة البابا يقول إنه الله الآن يتدخل في التاريخ. نعم. الله يمشي بيننا. نعم. فهي الدعوة للكل، مش مربوطة بشخص، مش مربوطة بمنسق أو مسؤول هو يفعل أو يقوم بهاي الأمور، هي مبادرة، هي نوع من القناعة والإرادة إنه أحيي كنيستي. نعم. إحنا بطبيعتنا بنحب الكنيسة تواكب التجديد والتغيير، فهي مسيرة نعم رغم ظروف الكورونا، ولكن مقبلين على صيف. نعم. مقبلين على ربيع، مقبلين على أيام خير. نعم. نتمنى إنه يحدث هناك لقاءات، يحدث هناك تفاعلات، ولسه أمامنا باعتبار سنة ونص تقريبا، بين السنة ونص سنتين إن شاء الله، إن شاء الله رح نكون فريق واحد بهذا الإطار.